مالي وناكس داود يال ملك سعد جوكتن هالكن واجن هالكن يوتوب كشبكة ده وركة على كن نيوز ديار جروبة هو ركة نما أنت وقبيس تاريخ ده يكون بيجن تعرفري لباتن كبشة سديد بشة سجال سنة كلباتن لباتن وركة نما أنت نصاحب الكود وجوه وين وح كم ده لبا كم ده قطب ده يقوم يمسنه ده بلنقات كرد الوزارة عصبة سمعليا يحوج كوساب سن وركة وجود بيجي كل ما كسر أنا يه مدحتو يدا كل ما كسر أنا يه مدحتو يدا ونده حي مدح رد الوزارة عصبة سمعليا يحبنا معارض وكتير عبد الرحمن عبد الشكور علي مهدي أصل لي قبل كقفل علي الدلب كجي مدر رد الوزارة عصبة سمعليا عبد سيد أي قبين مدحنا ما مل قبل جدة وما شكب حي محايس بدلي حق عصبة يعني هيلا محادنا أجينا كورة هذلين دونك غولها شعب كيريد الوزارة الرابلة وركي قدن بيما قعبستو غولها وزيرة دا عيدن كينيا ودى الشعب كلها يقيبا كمينة قبل كاسي قدو سومال لانو عيد مادي وقبنا قيسي ديگان كتوكار رقي حيصد ودحي بنت لاني سومال لانو مركلة سولة بك عليسي سحرالي اوغا عنقالي على الشباب وقوفا غارا لغو توقتي عبدولي قاسو لابو قضب ومهيما كدر بادر الوزارة عصب ايو سومالي كينيا ومركلة قرق وصارن إني شيئاً قد بضعش يكوبا كلايا قيب كصاحبي الورار كينا كم نقو صاحبا دا كوحي لنشان الكينا سبسكرايب نوري قمبلا الكينا تابو سايكوكو صدعان مقالا دا واربحنا دا يحوغاها قاركا إيه هالكلان كوباهنم وحان كهور مريدونا وراركي يقودن بيه إيه لحريرا مدحتو يدا الصماليا وحا كلان ولي مدحتو يدا الصماليا كاقصو عنا يرهد وزارها عصبة الصماليا مصر رابلي هو قامياشا معاردك مدحتو يدا وحا كوسقن هو قامياها معاردك حسبي قوذي جرع عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي سلم إذا قار كمي مدحونياش مام القبلة جدا خري سياسين يا كوسقن مدحتو يدا كلن كان وحو يا كلن الباب بدأ حرونا دحيرة الوزارة عصبة الصومالية قار كم له قامياش معارض كا وحين كود أرنستان يان أريمه الدور شوين كسد إلى حق قال إنه حق كين كلن كا أهميت عدا إياه قاميا عبد الرحمن عبد الشكور ورسام الله شجع إنه وقع الزمن من تحته يدا إنه يمان قام لو كان أخذ حمنا رد الوزارة ودونه إنه كلا تشتو ما قابيس قلها وزير دا يسيد وكلا اسمها حكومة عصب يا أريمه الدور شوين كم وحنا كحصوصنا وحي ورعي كسبها كلن كم تحته يدا معارض كي وليبا رد الوزارة عصبنا ونجلس سين درنا دين عكلي إسلا لبقى ضب أيها أقومهم سنة بلنقات كريد الوزارة عصبة صماليا ريد الوزارة عصبة دلك محمد حسين روبلا يا أربعة دي شلية هيدا قلها الشعب كايسيين حدك كالسوني دا أيها وحو بلنقات دين لبقى ضب إن هو وين إن أودي سيسكو قي دونا إنتو حفيزك وجوغم سيدا وشاق ريد الوزارة حكومة دي سوحو قندق وقندق دونا كان شاقين دو تاعرمها أمنيقا إدر درقلين تدور شوين كا لما يصير كالدستور كاوقب يقرا لها عدالة ديبوشيسين تمسخ ما سوق دقالها هي أرمها السياسة ده وسياسة ده أرمها الدبدة أنت بدن قد بدن أيها قرش هولات كأو أريد الوزارة الصومالي وبرمان كقرش يا جيال لبعتين كسنة وجود بيسوا وحوها وحبها وجوه وين بدي ملاح الصوماليات أي شكتان حليه ذا دور شدة جلا يسم وحليه ذا دور شدة جلا يعني حليه ذا كلا إلى الكلام مجابه سدى مقتص وحات كادون تاين بدي قد بدن وجوجل يستو مصر روبلم ويديمي بدن ايا كده لا تنسيدا ايكا غفل علين دونان بلانقات كيسا مركا الله ايغو افرطا بيل ايكا حرسن مدوحيليتكا مدحويني فرماجي حفيسكا مدحتو يدا دادكا وحكوقة رابراها بلشدا ايا موجين ايا ولا عيب بدن وكوسا افسن مصر رابل عيدي باتودو وجيهن كري بلانقات كا افرطا بيلود بو بلانقات كو سميي افرطا بيل ايسا وصحتا وايستو او دمان با اي اتكادون تو انو كفوليو وحيو كهر بلاقاده برامان كاب برافيسر نور علي ديريو كمي داقو يهانا دا صوماليات اسلامار كارا فلانقيا سياسة دا صوماليا ايا شيغ يا ان رد الوزارة ها او دول مراي افر قدب حزاسي بالساي وقوميم ستا لابا قدب سودا وشيغ امنيقا يدور شدا بروفيسور نور waxa uu sheegay in asaga uu qabay ra'iisul wasaaraha cusub hadii xoogiisa isku geeyo waxna ka qabto arimaha doorashada iyo amniga ay tahay talaabo weyn oo horu sameeyay laakiin waxa uu sheegay in khudbada ra'iisul wasaaraha uu kala dhisan karo oo waqti dheeraad ah ay muddo korno doonayo balse taas beddelkeeda aysan xilligan suurtagal ahayn in Soomaaliya muddo kordhin dadban loo sameeyo بروفيسور كولاد لي وربعينتو قده يا سدو كلام شيغي ان روبل ونقون كرو شخصي كو غوليسن كرا حل ميد او قبسو ميد دورشده لوغو بلماي لكن قودبدا كلي وي كو ادكان دونتا وقتي او هيسو ادو كومن ايو يري رئيس الوزراء الصومالي مصر روبل يا نقن رئيس الوزراء او وقتي يرا اي حفيزك سومرا تن يا بربركي كديب
علي مهدي محمد نه وحلاليا وكوكا عن سير الدرب كغي مدير الوزراء عصبة الصومالية مدحوني أخرى الصومالية علي مهدي يا أقول هذا الدرب كغي مدير الوزراء عصبة الصومالية محمد حسين روبلو الشريك السندة كيل برمان كاب رد الوزراء عصبة يا كدر بده جان كبرش مدلود وأخرى علي مهدي محمد إن لا شقيا ما ملك يسع عصب إسر مركع رأي تجارب وحوص مين حكومة ديسام فرينت علي مهدي يا واحد لوجودي بس نتر عبد حسن عوالي جديد او رئيس الوزراء الصومالي يا اسكه بيهين وهو شجين سنجين واحد بعطاء او حد يكون قبل رئيس الوزراء عصب بلس كلية ايدونيا ان رئيس الوزراء هو ضلك كسر ما تبي حالة كالجور كدور شنو يكون قبطوب باش مدلد يا واحد كبدن تو باش مدلد يا عبش حق كم وتشنس الدولة ده سدوا كل الحكومة ده ولا عبنا كم وتشنس شن لاتين كي جولاي مركي حلك اللي جريد رد الوزاري هو رئيس الصومالية يد الرقاقية السياسية دي باش مدلد وحوها متوصا ومغضان قرصونين رد الوزارة مقعابان اسمه والرزارة كل سنة ده هلي برماك محمد حسين روبلي اي حد وضد ده اللبضان وكدون يكسب الشرة دادك اي وليب حمناها السياسيين تاب برفيسور محمد حسن دوب او كمنا قوياه ندى الصومالية ده يشيق رد الوزارة حسبوها يستو مدوك كوبان اينا هوريالان هول باحد وين اياد كادون تو إن بديو كوغوليستو برفسر دوب سيدا وقبو محاذن أغين أي كوضا هدلين لدي الوزراء حسوب يقدون كقولها شعبك أو كلهم كيقو وقت قدراء وذقاتي رد الوزراء حسوب يا صوماليا محمد حسين روبلا يا حالي مغالدة مقدشو كلهم كقلقاتي قدون كقولها شعبك وقور ريو قدوميها قدومي كحيقين كقواد قولها شعبك kulan kana ya ha rad wasaaraha xusmeed uu kaga mahad celinayo doorka gudoonka galaha shacabka ay ka qaateen ansixinta xilkiisa ee rad wasaarnimo iyo wali wada shaqeyn naxmarta xukuumadda soo magacaabi doono iyo golaha shacabka waxan xalay kul muhiima oo mirad dhalaan la qaatay gudoomiyaha ku xigeenka iyo gudoomiyaha golaha shacabka dhamaantoodba waxay igala shaqeeyeen qorshaha meel marinta xukuumadda ayuu yiri waa magacaabistiida gudoomiyaha golaha shacabka ayaa raadil wasaaraha cusub kaga ugu hambaliyay xilka loogu magacaabay asagoo sheegay inay la shaqeyn doonaan wax ka qabashada arrimaha amniga ee doorashooyinka masar maxamed xuseen roble ayaa la filayaa in maamaha soo socda ku dhawaaqo liiska guliisa wasiirada iyadoo badisa wasiirada laga yaabo inay kasoo dhex muuqdaan xubnihii hore ee raadil wasaare xasan cali qeyre absida ay qabeen madaxda maamul goboleedada ayaa meesha ka baxday maxaa isbedelay saddex kamid ah madaxda maamul goboleedada Soomaaliya ayaa ka tagay magaalada Muqdisho ayaga oo ayaguna wax cabsii ka qabin in heshiiska baarlamaanka uu diido ay wada gaareen madaxtooyada iyo wali madaxda maamul goboleedada ku saabsanaa doorashooyinka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dan ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Baydhabo halkaas oo kula kulmay dhigiisa Koonfur Galbeed Cabdi Aziz lafta garan halka madaxweynaha Koonfur Galbeedna waa halka madaxweynaha Galmudugna Axmed Cabdi Kaari Qorqor isla shalay gelinkii dambe ku laabtay magaalada Dhuuso Mareeb madaxda dowlad goboleedada ayaa Muqdisho ku sugnaa tan iyo markii ay heshiiska doorasho ay la galeen Villa Soomaaliya 17 bishii September oo ay xilibaano badan ay wadeen olole ku saabsan ama olole xilibaanadu ay ka cusanayeen olole ah inay saxiixaan taageeraan heshiiska dowladda ee maamul goboleedada waxaa la rumaysan yahay in markani aad u yartaa cabsida laga qabay heshiiskaas in baarlamaanka ay diidan sidoo kale Villa Soomaaliya ayaa ku dhayday la sheegayo inay doonayso in baarlamaanka ay fashilo heshiiskan maadaama qorshaha Villa Soomaaliya muddo kordhinta ah la diiday xogaan helay ayaa sheegay madaxda maamul goboleedada hadda uu muuqdaan kuwo ku kalsoon taageero xoogan ka haysta ansixinta baarlamaanka maalinta sabtida ah marka heshiiskan la horgeeyo hadda waxa Muqdisho kaliya ku sugan madaxweynaha Jubaland iyo kan Hirshabelle labada waxaa la filayaa in maalmaha soo socda caasimadooda ay ku wada laabtaan Kismaayo iyo Jowhar Hirshabelle ayaa la rumaysan in xitaa hadda hadii baarlamaanku uu diido ayagu ku dhawdo saameyn badan kuma yeelan karna heshiiskan maadaama muddo xileedka madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu yahay mid gabagaba ku dhow wararkani kale ayaan eegi doonaa saaxiibii ciidanka Kenya ayaa dad shacabka ku laayay gobolka Jubada Hoose ayaan markan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay wararkan kale la deegaanka Yoto ee 25 kilometir dhanka waqooyi kaga bagan degmada Ceel Waaqi gobolkaas gudaha ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka Kenya halkaas ay ka sameeyeen howlgal ay ku laayeen dad shacab ah ku nool deegaankan qasaaro dhimasho iyo dhaawac la ayaa la soo wariyay wararka halkaas inaga soo gaaraya ciidamada Kenya ayaa dad shacab ah si bareer halkaas ugu rasaasay kuwaas oo ku sugnaa guriyooda sida dadka deegaanka ay noo sheegayaan dhowr qof oo shacab ayaa dhimatay halka 8 kalena ay dhaawacmeen aabadhalay wiil lagu dilay halkaas oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in si
gardarro ah loo dilay wiilkiisa asagoo sheegay in ay meedka ay soo aaseen ciidamada Kenya ayuu sheegay in falkaas ay ka dambeeyeen waxa uu sheegay inay jiraan tuuno badan ay qabaan ku saabsan ciidamada Kenya ay dhibaato xoogan ugu geysanayaan dadka shacabka ah iyo dhalinyarada balse waxa uu sheegay aabahan in wiilkiisa si barera loo dilay laba kala dhalinyaro saaxiibana la dilay ciidamada Kenya ay xadgudubkaas ay sameeyeen sida uu sheegay tiro dhowr jeer oo hore waxaa soo baxay qeyladaan ku saabsan in dadka shacabka ku dhaqan xuduudda gobolka Sagado ay la wadaagto Kenya ay dhibaato xoogan kala kulmayaan ciidamada Kenya waxaana inta badan la sheegaa in Kenya ay ku marmarsiyoonayaan inay dileen dagaalyahanka ka tirsan kooxda Al-Shabaab Soomaaliland ciidamada ugu badnaa ee geysay deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool wara kale galay deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool ayaa waxay sheegay in halkaas ay ka taagantahay xiisad dagaal u dhaxaysa ciidamada Puntland iyo Soomaaliland xiisadan ayaa ka dambeysay kadib markii ciidamada Soomaaliland deegaanka Tukarraq ay geeyeen ciidamo fara badan oo wata gaadiidka dagaalka kuwaas oo xoojiyay ciidamo badan oo hore halkaas ugu sugnaa maalin hore waxaa sidaan kale deegaanka Tukarraq xagaare Abaandulah ciidanka Soomaaliland saraye guuta Cabdirsaaq Saciid Buule waxaanu ciidamada u sheegay inuu diyaar garoobaan iska difaacida dagaal ay la galayaan ciidanka Puntland wararka laga helay deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool ayaa waxay sheegeen ciidamada Soomaaliland oo wata gaadiidka dagaalka ay dhaqdhaqaaqii ciidan ay ka wadan halkaas waxaana xusid mudan in ciidamada ka tirsan kuwa Puntland ayna halkaas ay ku sugan yihiin deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool ayaa dhowr jeer hore waxa ku dagaalamay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland qasaarayna ka dhashay dagaalkaas dadka ayaana baraka xoogan sameeraya ugu dambeyn si xiroole u gacan gala Al-Shabaab ayaa lagu toogtay meel fagaare Al-Shabaab ayaa fagaare ku yaala degmada Jilib ee gobolka Jubada Hoose waxay ku toogtay nin ay ku sheegay inuu nin u shaqeynaya dawladda sixiroolaha ninkan ayaa magaciisa waxa lagu sheegay Axmed Kuusan Xasan ayaa waxa la sheegay in ay ku qabteen tuulada la yiraahdo Kurs oo hoosagta degmada Jamaame Shabeelaha waa shab oo Jubada Hoose garsoore u hadlay maxkamadda Al-Shabaab ayaa fagaaraha ka sheegay ninkan waa sixiroole sidoo kale u shaqeeya dawladda sidoo kale la sixiray haweeney in ninkeeda aroos ah sida qaadiga maxkamadda Al-Shabaab uu sheegay Axmed Kuusan Xasan ayaa Al-Shabaab sheegay inuu qirtay dambiyada lagu soo eedeeyay waxaana lagu toogtay fagaare ku yaala degmada Jilib ee Jubada Hoose iyadoo ay daawanayeen boqolaal dad ah oo laga kala keenay gobolka Al-Shabaab ayaa hore fagaare ku yaala deegaankan maalmihii ugu dambeeyay waxay ku tooganayeen dadda ah dhalinyaro iyo kuwo kale oo bafal basaasnimo ay ku eedeeyeen wararkan ayaa ugu waweynaa saaxiibyal maanta waa nagaa intaas.